طلب سعودي وديماند متسرب خارج السعودية بحجم يصل إلى 100 مليار دولار، قدرة استثمارية ضخمة جدا مستهدفة بحجم 500 مليار دولار، طبيعة خلابة، جبال وديان سهول شواطئ شعب جزر، في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج، في الصيف جو معتدل أقل بعشر درجات من بقية العواصم والمدن الخليجية، الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية، كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة، من المدن، من التقنيات، من الصحة، الخدمات إلى آخره. فكل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وشيء جديد. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم. شرم الشيخ 50 كيلو بحري من هذه الجهة دي. والمنطقة الجنوبية على الجهة اليسرى تجيكم جزر تيران والصنافير. الله الله الله، سبحان الخالق، صخرة على شكل حذاء. هذا طريق رأس الشيخ حميد، هنا شرم الشيخ 20 كيلو بحري، من هنا تيران والصنافير. هذه الأرض الحالمة اللي إن شاء الله بإذن الله ترى النور قريبا بمشيئة الله تعالى. المشروع هذا اللي يجمع ثلاث دول، السعودية والأردن ومصر الحبيبة. المشكلة هنا بس شبكة الجوال زيرو وتغطية الواي فاي زيرو. إلا والله روعة روعة، يا سلام. الله الله الله، شوفوا الطريق يا جماعة الخير. الله، قص الجبال قص، ما شاء الله تبارك الله. الله 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 الله. روعة روعة روعة. لا لا لا، لازم اشوف لي مكان اقيم فيه. المنطقة هذه مي طبيعية صراحة، لازم انا. وهذه الخيمة جاهزة الان، نصبتها على اساس انام فيها ان شاء الله بعد ما أشب الضو ولع النار وأسوي لي عشاي والشاهي والقهوة. يا الله، نسيت أشتري الولاعة، ولاعة النار. اللي ما يدخن هذا دائما يواجه مشاكل. طيب إيش الحل إيش الحل؟ والله مشكلة، نصبت الخيمة وحطيت العدة ما في ولاعة. عندي فكرة، فيه الظاهر عندي
مبخرة يدوية، أفك المبخرة فوق وأستخدم الولاعة حقت المبخرة بشكل مباشر. خلينا نجرب إن شاء الله تضبط. هذه المبخرة وفيها ولاعة تحت، خلينا بشوف كيف أقدر أستخدم الولاعة حقتها. خلينا نجرب. يلا بسم الله. يا سلام، عملية الغسيل، بنغسل ان شاء الله الكنكة ونخليها تغلي على النار، ننظفها وما نسوي القهوة. صباح الخير، أحلى صباح من مدينة نيوم الحالمة. هذه نيوم إن شاء الله بإذن الله في 2030 راح تكون ما شاء الله حافلة بالأبراج وبالتقنية والتكنولوجيا. صبح عليكم، الساعة 7 الصباح الآن، وبإذن الله راح اوريكم الفيو. هذا الحين بفتح السحاب، فتحنا السحاب. الله يا نيوم، الله يا نيوم، الله يا نيوم. أحلى صباح لأحلى متابعين. آخ يا نيو، هذا أنا نمنا وصحينا. يلا صباح خير. هذيك مدينة مصر الحبيبة، 10 كيلو بحري، ووصل هنا مدينة دهب المصرية. ما شاء الله تبارك الله، أصوات الأمواج والهواء يرد الروح ما شاء الله. وش يبغاله؟ يبغاله دش كذا، أخذ لي شاور سريع ومن نرجع نغطي لكم المنطقة. شوفوا هذه الدبة، الكل يعرفها دبة، هذه فيها هذا الدش، يسمونه أهل السعودية شطاف. بعبي الدبة إن شاء الله مويه وأخذ لي دش معتبر وأغير، وبعدين نرجع نغطي سوا باقي المناطق. أنا أحزن على اللي ياكل البرتقالة بدون قشرة. أنتم عارفين إنه فوائد القشر أهم من فائدة النواة؟ ادخلوا واقروا عن فوائد قشر البرتقال. صحيح تحسوا بطعم مرارة في البداية، وبعد ما تاكلون البرتقالة كاملة بتحسون حرارة باللسان، لكن فترة بسيطة ويختفي هذا الإحساس. وشوفوا الفوائد اللي تجي جسمكم بعد الأكل. برتقالة هذه جدا مهمة، أكلها بالقشر، اغسلوا البرتقالة زين وكلوها بالعافية. كلمة حاب أقولها قبل لا أغادر هذه المدينة الجميلة نيوم الحالمة، إن شاء الله بيجي ذاك اليوم اللي يكتشف فيه الناس النيوم هو أكبر مشروع عالمي في خاصرة إسرائيل، وبإذن الله سوف تسقط جميع الفرضيات الغبية اللي حاولت تشويه هذا المشروع. وزيارة الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده محمد بن سلمان الفترة الأخيرة هي رسالة ضمنية، باختصارها أننا عازمون وماضون في مواقفنا التاريخية حيال أمتنا العربية أجمع، وليس فقط الشعب السعودي
أو مثلا للأردن ومصر، لا حتى يشمل القضية الفلسطينية. نيوم ما هي إلا ردع بحق إسرائيل اللي تتوسع عنها إيران بالوكالة، لا شيء غير الدهاء السعودي اللي يفهم مفرداته غير العدو نفسه ويغرق في عمقه الصغار. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي شرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماماً، البحرين سوف تكون مختلفة تماماً، الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماماً بعد خمس سنوات، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا انهدت هذا الجبل وتساوى بالأرض. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. الحمد لله ما انقطعت بالكهرباء، متوفرة زي ما تلاحظون ما شاء الله، 3 أجهزة قاعدة تشحن الآن. هنا في مخرجين إضافيين لو بأشحن كاميرات أو بطاريات، وهذا كمان الداعم اللي هو الباور بانك. منفذ الدرة، الحدود السعودية الأردنية، جميل جدا، تم تزيينه بالأشجار على جنبات الطريق، أشجار بالجهة اليمنى، وفي عندكم البحر الجميل بالجهة اليسرى. صراحة ما شاء الله حلو فكرة التشجير، تعطي سمعة طيبة للبلد اللي انت رايح لها او انك جاي منها او طالع منها للأردن وللسعودية. طريق جميل جميل جدا، رائع. شوف التشجير ما شاء الله على جنبات الطريق. تناظرون يسار في خليج العقبة، وهناك مصر الحبيبة. الحمد لله على السلامة، وصلت الأردن العقبة، وأهل العقبة طيبين ما شاء الله، مدينة جميلة مرتبة ومنظمة وفيها التشجير بشكل رائع. فلسطين المحتله